شنو هي العوامل المساعدة على ظهور مرض زهايمر؟ وغنهضروا عليها في الوقاية، لأننا إذا عرفنا العوامل ممكن على أننا نقيو نفسنا مرض زهايمر، لأن فقط هاد العوامل اللي غادي نتكلم عليها إذا التزمنا بها كنحاولوا على أننا نحددوا من مرض ظهور مرض زهايمر تقريبا نسبة على حسب لي زيتود ما بين 25% حتى 30%. وكذلك لا قدر الله شي واحد كان غيتصاب مرض زهايمر وكان كيعمل بالوقايه وعارف هاد الاسباب هذه وكيعمل بها، فعلى الاقل كيعطل ظهور المرض عندي. اذا اول حاجه التقدم في السن، هذه المساله اللي ماكناش نتحكموا فيها، كذلك العوامل الوراثيه والجنس، لكن العزله الاجتماعيه، فالناس اللي كيكونوا عندهم انشطه وعلاقات اجتماعيه اقل هم عرضه اكثر لمرض زهايمر. كذلك الناس اللي كتعرض لضغوط نفسيه وقلق مستمر، بعض الابحاث العلميه حاليا بينت على انه هناك خلايا على مستوى الفص الصدغي اللي كتموت تدريجيا بسبب ارتفاع نسبه الكورتيزول في الدم. شكون اللي كيدي الارتفاع نسبه الكورتيزول في الدم؟ هو القلق خصوصا اللي كيكون مستمر، الكورتيزول كيطلع كيدمروا الخلايا على مستوى الفص الصدغي بشكل تدريجي. قلق كذلك عدم الاستمرار في التعلم وتحفيز العقل. واحد كيخرج لا روتريت كيقول لك صافي انا ساليت مابقيتش كنقرا مابقيتش كنتعلم، لا، دائما يحفز الدماغ ديالو كلمات متقاطعه، يحاول يدير دي سانتيز، يقرا دي جورنو، يحاول دائما يحفز الدماغ ديالو. المصيبه الكبرى هي هاد التليفون اللي كيجعلونا اننا نكونوا باسيف دوفون لافورماسيون، دونك خاص الانسان يرجع للكتاب. قله النوم او الافراط في ساعات النوم، دونك الانسان يحتار ما امكن عدد ساعات ديال النوم، ما يسهرش بالليل، حتى اذا كان عنده مشكل في المساله ممكن على انه يشوف الطبيب، يراجع الطبيب ديالو، فاش انه ما يكونش عامل من عوامل ظهور مرض الزهايمر. النظام الغذائي غير المتوازن وغير الصحي كذلك، دابا نهضروا على المساله. امراض القلب والشرايين، الناس اللي ما كديرش رياضه، داك السكري الغير متوازن اللي ما كداويش السكر ديالها مزيان، ارتفاع الضغط المستمر ونسبه الكوليسترول، وكذلك التدخين والكحوليات كتزيد في تدمير الخلايا على مستوى الدماغ. ما هي اعراض مرض الزهايمر؟ قبل اذا مرحله الخرف الطفيف، مرحله الخرف الطفيف هي اول مرحله، وهي المرحله اللي خاصنا نكتشفوا فيها المرض باش نوجهوا المريض عند الطبيب باش يبدا الدواء ديالو في الوقت المناسب. فهضرنا على انه بعض العلامات اللي تكلمنا عليها، نزيد لانه كاين هناك مشاكل في محادثات في مواعيد الانسان كينساها، كيصعب عليه انجاز بعض المهام الطبخ او قياده السياره مثلا، كيبغي يقود السياره ديالو كيديماري من بعد كينسى شنو هي المرحله المقبله كتسمى الذاكره الاجرائيه، لا ميموار بروسيدورال. كذلك مثلا كيوجد مشاكل في اتخاذ القرارات، وربما كتكون لا ديبرسيون دونك الاكتئاب. بارفوا لا ديبرسيون كيكون ان مون دونتري فيغ اون ديمونس، بعض المرات الاكتئاب كيكون هو مؤشر على دخول المريض في مرض الخرف. هادشي علاش ننتبهوا الناس الكبار اذا بداو عليهم العلامات ديال الاكتئاب نحاولوا على اننا نوجهوهم. مرحله ثانيه، المرحلة الثانية هنا الذاكرة بعيدة المدى كتولي تقاسلنا شي شوية، وكيولي المريض كيولي يبان عنده مشاكل في السلوك والشخصية، ربما إن شاء الله الأساتذة غيهضروا لنا عليها، يعني المريض كيولي أكثر عنفا، كيبدو مشاكل في الشخصية. دونك كيجيو عندنا العائلة ديال المرضى كيقول لك أنا أن المريض كيشك في الزوجة ديالو أنه كتخونو. السيد جا عندي قال لي أنا كيشكو أن الولد ديالو كيدير ليه السم من كياكل، ديليغ كاين هناك تهيؤات. المرأة قالت لي أنا كيبان لي جنون، كيبان لي الدراري الصغار في الدار، فترات من الخوف. بعض المرات كيكون هنا تصرفات غريبة، يقدر يخرج عريان، يقدر يخرج بملابس النوم على بقا، يقدر يتيه في شي بلاصة، هنا كيكون المشكل
ديال انه يتفقد المريض انه يمشي ويبداو يقلبوا عليه ما يلقاوش فيه. هنا الدور ديال الاسره وهذا الشيء غنتكلموا عليه ان شاء الله. اذا هذه المرحله عاده ما بين 2 حتى 10 ديال السنوات على حسب لا بريديسبوزيسيون جينيتيك ديال شي واحد، على حسب فوقاش خدا الادويه. المرحله الثالثه والاخيره هنا كتكون الامور صعيبه بزاف خصوصا على العائله لي زيدون، وكذلك من ناحيه ديال انه الاعتناء بالمريض، وكذلك من الناحيه النفسيه حيت على ان المريض كيوصل لواحد المرحله ما كيبقاش يتعرف على الابناء ديالو، الذاكره بعيده المدى كتاثر، كيفقد الوزن بواحد الشكل كبير، بالنسبه للباس ديالو والمرحاض المسائل اليوميه ديالو محتاج دائما اللي غيعاونو، وكيبدا كما قال سي فلان دابا اضطراب كبير في السلوك، هلوسه وتهيؤات بشكل كبير، نوبات ديال العنف، ممكن باللي كل ما ينعس ويبقى اجيتي، الضرب كذلك يضرب الابناء ديالو. هي مرحله كنقولوا الله يحسن العوان صراحه الناس اللي كيعيشوا هذه المسائل هذه المرحله مع الوالدين ديالهم.